السلام عليكم، حياكم الله. اليوم بسوي الكنافة النابلسية خارج المنزل، تسوونه بالكشتات بالاستراحات. شوف الطريقة، عندنا الكنافة قطعناها تقطيع خشن شوي، نضيف شوي من ملون الطعام، نجرب أول شيء ونفرك، نضيف السمن اللي ذوبناه، ما يكون ساخن مرة لكن يكون ذايب، ونفرك الكنافة. هذه الصينية موجودة عند تنزا لهذا المقاس الصغير، راح ندهنه بالسمنة اللي بحرارة الغرفة. وندهن الجوانب بعد. الحين راح نضيف الكنافة على كامل الصينية. بعد ما فردنا الكنافة نبدأ نضغط ضغط خفيف مع كل الجهات. هذه جبنة خاصة بالحلويات منزوعة الملح، لكن لو ما كانت عندكم ممكن تستبدلونه بجبن عكاوي، تخففون الملح، تخلونه ينقع 3 ساعات بالماء، كل نص ساعة تغيرون الماء ويروح الملح عنه. نبدأ بإضافة الجبن، راح نخلي الحوايف هذه بدون جبن. طريقة الكنافة النابلسية إنه ما تدخل الفرن، لا، على القز على النار من تحت، بعدين تقلب على صينية أكبر. اليوم بسوي شيء غريب، شويت الرحلات هذه تجي معه صاجتين، صاجة للبرجر وصاجة للقرصان، ما راح استخدمهم، راح افكهم واستخدم الصينية مباشرة. نشوف الحين، هذه مثلا الصاجة راح ارفعه واركب الصينية هنا، بما ان العيون كثيرة راح تناسب الكنافة. العين كذا افضل شيء للكنافة، ما تكون حارة مرة. نضيف الصينية الحين، نشوف إن شاء الله مقاسه ممتاز. والله تركب تركب، يا سلام. عاد نخليه تقريبا يمكن 20 دقيقة كذا. ما شاء الله تبارك الله، جانا الليل وبرد شوي ودخلنا. وشو جانا، وش مسوي اليوم؟ ها تميم، شو نسوي اليوم؟ يلا يلا، شب على قهوة، شب على قهوة. ما شاء الله، حطيت الصاج هذا لأنه إذا حطيت هذه تسكرت العيون، ما يصير فيها تهوية. قربت الكنافة تجهز، الحين أسخن الشيرة وأضيف عليها زعفران، تعطي لون طعم ونكهة حلوة. عند تنزا في صينيات صغيرة للكنافة زي الحجم هذا. نعرف الكنافة انها جاهزة وجاهزة للقلب اذا انفكت من الجوانب كذا وتحمرت شوي. شوفوا باين شوي اللون. حطيت الصحن الكبير على الصحن الصغير، والحين نقلبه بشويش، لا تضربونه ضرب قوي وبعدين تفكك معكم. الصحن الكبير يركب على فوق، على فوق الكراسي بالطريقة هذه، ونفتح الحين نشوف. ما شاء الله، ما شاء الله تبارك الله، والكنافة جاهزة، ونصب الشيرة وهي ساخنة. يا سلام يا سلام. يا سلام يا سلام يا سلام، ما شاء الله.